السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في الحلقة الثالثة من لعبة جيم ديف. بنينا في هاللعبة أو أصدرنا في هذه اللعبة ثلاث ألعاب. طبعا مثل ما شفتوا في الحلقة الماضية أو الجزئين اللي قسمتها إلى جزئين، سوينا ثلاث ألعاب، لعبة هنتر أذكر، وسوينا لعبة مدينتي، واللعبة الثالثة إيش كان اسمها؟ النحشة حق السجن. هذه ثلاث ألعاب وصلنا فيها ليفل 2، شخصيتي وصلت ليفل 2. أتمنى انكم استمتعتوا في المقاطع الماضية، وراح نستمر ان شاء الله ونشوف وش راح نقدر نفتح في هالشركة وش نقدر نسوي ونستكشف هاللعبة مع بعض. ادري ان في ناس جوا قالوا لي يا ابن الحلال ترى اللعبة قديمة لها سنين، بس انا انسان ما جربتها. اذا انت تعرفها وخلاص جربتها او شفت احد لعبها خلاص ابن الحلال لا تطالع، لا تجي تبثرني، خلني العب اللعبة يا اخي عجبتني وفي ناس ما يعرفونها وما جربوها. المهم خلنا نبتدي وبسم الله. وصلنا طبعا 153 ألف يا جماعة الخير في السنة الثانية الشهر التاسع الأسبوع الثالث. نقاط البحث 39، للحين ما وصلنا 50 اللي أريد أوصلها عشان أسوي لي محرك خاص فيني للألعاب الجديدة اللي بسويها. الفلوس كافية فما أحتاج إني أسوي عقد عمل. نشوف تاريخ الألعاب، ما تغير من آخر تخزينة. إجراء البحث مش كان يسوي إيه هذا الخمسين مقطع، عنوان جديد، العناوين اللي عندنا وش هي حاليا؟ نسوي لنا لعبة من عناوين. اللهم صل على محمد. عندنا إحنا ما سوينا صيد، مفروض خلاص يختفي، ولا يمدينا نسوي لعبة ثانية مثلا نسميها هنتر 2، فكرة حلوة صح بما أنها نجحت. بس خلونا نغير، مثلا لعبة مدرسة. لعبة مدرسة أول شيء جاء في بالي يوم شفت لعبة مدرسة ذكرت لعبة بولي، او ما ادري كيف تنطق، بيولي او بولي، اللي هي كذا تنكتب. والله يا جماعه هذه اللعبه لعبتها قبل ما ادري 10 سنين وشريت 10 اشرطه او 20 شريط عشان العب اختم هاللعبه، لان كانت تواجهني مشاكل دائما ودائما مخزن في الميموري اللعبه، واشتري شريط ثاني ويعلق عند نقطه معينه واروح اشتري شريط ثاني عشان اكملها. ان شاء الله ما اخطيت بالاسم، تقريبا كذا بيولي وان يا ابن الحلال. من حبي اللعبة راح اسميها بهالاسم بالانجليزي. طيب مدرسة اختر تصنيف اللعبة هذه، اتوقع انها راح تكون اثارة، مفروض انها تكون اثارة اكشن يعني. المنصة اخر شيء نزل ايش كان اسمه تي اس، هذا كم ماخذ في السوق؟ 40%. والله بدأ يعني هو ماسك السوق الحين، يعني البي سي انا توقعته راح يمسك السوق، ما مسك السوق ولا شيء. شوف النسبة 26. فخلنا على تي اي اس. يقولي تحتاج الى رخصة مطور تبدأ التطوير على منصة الالعاب هذه، هل تريد دفع 80,000؟ اوف يا ريتني سويت عقود وجمعت فلوس اشتري الرخصة. بس خلاص يعني اكثر الناس الحين معاهم هذه الاجهزة فلازم نطور عليها. التالي رسوم ثنائية الابعاد 10,000، ما عندي ثلاثية الابعاد الحين. يقولك الجهاز المنزلي الجديد الصادر مؤخرا من نينتندو المسمى تي اس احدث نجاح هائل، لقد تجاوزت ارقام المبيعات توقعت بكثير. حلو، يعني ماشي سوقه، يعني يقولون لي ركز على هذا الجهاز يوم تصدر الالعاب. واحد من الملاك يقول احب الالعاب التي تاتي مع الجهاز، واللعب بعصا التحكم الجديده امتع بكثير من لوحه المفاتيح، متعودين على الكيبورد فطفشوا من الكيبورد يبون العصا. الاثاره اسلوب اللعب اهم شيء، المحرك، القصة، لا قصة مهمة برضه، القصة مهمة، المحرك أقل أهمية، أسلوب اللعب أهم شيء، القصة والله مهمة. حلوين، ما في أخطاء للحين، تكنولوجيا، تصميم، بحث، يا سلام خياراتي جدا ممتازة. الذكاء الاصطناعي هذا اللي ما أفقه فيه، مثل ما قلت تصميم المراحل مهم جدا، الحوارات مهمة برضه، حوارات مهمة، والذكاء الاصطناعي يقللها عشان يقولون لي ليه قللته بعدين، ما احتاج ذكاء اصطناعي كثير. تصميم مراحل، حوارات مهمة لانها قصة. ما في اخطاء للحين يا جماعة الخير، يعني ما شاء الله ظهر الاختيارات كويسة، او انه يعتمد على شخصيتي اني ليفل 2 ما ادري. الاصوات اساسية 5000، شيل 5000 رسم ثنائية الأبعاد. طيب هذا ما يمديني أغيره، كنت أحاول أنا في الحلقة الماضية لأنه ما عندي شيء أفضل من هذا الجهاز، إني ما خلصت البحث
50 نقطة. المهم الأصوات قلنا مهمة، توني مسويها قبل شوي ولا لا؟ ايه ضيعت انا. تصميم العالم مهم ورسومات مهمة، يعني صراحة اشوف انه يعني كلهم متساوين، انا ما قد سويت كلهم متساوين الا هالمرة. الأصوات أقل أهمية شوية من الجرافيكس، أدري. خلنا نشوف وين نوصل، خلي صلح الأخطاء. إذا ما ضغطنا إنهاء راح يزيد شيء من هذا حبة واحدة. يلا معنا تصميم 12، ما توقع كسرنا الرقم القياسي حقنا، ما كسرنا الرقم القياسي لأنه أمس أتذكر كان أعلى من هذا، لو وصلنا 14 إذا ما خاب ظني. وصلنا ليفل 2، واو في أغلب الشغلات ليفل 2. تصميم المراحل لا، روح روح يا مدير ليفل 2. شخصيتي كانت ليفل 1 والله، توني وصلت ليفل 2. اصدار اللعبه، خلنا نشوف وش يقيمون اللعبه هذه. يا ولد فلسنا 4.9 تقايم الاوليه لعبتنا الجديده بولي وصلت. يلا ايش التقايم هذه؟ ثلاثة مضيع الوقت. ستار جيمز سيئه، هدر للأموال. تكفى هذا اللي يسلكني دائما، سيئة للغاية. خسرت فيها 50,000، حسبي الله عليكم. كنسل الفيديو يا ولد. كم تبيع؟ كم تبيع؟ أنا جالس أناظر فوق. معجبين سالب 10، حسبي الله عليكم. إيجاد عقد عمل والله فلسنا. هذا بيعطيني 15,000 نقدر عليه، والله هذا كتير. بيعطيني 20,000 أربع أسابيع، وهذا أربع أسابيع، وهذا خمس أسابيع. 15,000 عطني، حتى ما قريت الشريط. والله لحسن مخي، سيئة للغاية. تشير الدراسات الأخيرة أن زيادة أجهزة الألعاب تصنع سوق الألعاب المتخصصة. بعض الأجهزة تصبح مشهورة مع اللاعبين صغار السن، والبعض الآخر يتوجه للاعبين البالغين. هنا يبدأ يقول لي أن مستقبلا راح يبدأ شيء اسمه تصنيف، يوم تصمم لعبة تقول والله أنا أصممها للصغار، اللعبة الفلانية هذه للصغار. قد تكلمت على هذا الموضوع في الحلقة الأولى. مع زيادة المطورين في سوق الألعاب تزيد تركيزهم على عمر معين الأحداث. طيب بحث جديد متاح للجمهور المستهدف. أيوة هذا. وصلنا 50 نقطة بس وضعي سيء والله العظيم، تحطمت من لعبة بولي. لا تنسى القيام بصنع محرك للألعاب خاص بك، هذا الشيء اللي أبي أوصل له. هذا سيطور من ألعابك كثير، يمكنك تصنع محرك للألعاب خاص بك من خلال قائمة الإجراءات. نعرف نعرف اللي هو بحث، نسويه الحين يا جماعة، نشوف كم يكلف. ليه ما يمديني؟ هو أنا شغال الحين في هذاك اللي بيعطيني 15,000 صح؟ أوكي كذا خلصته، عقد ناجح، أحسنت. أوكي 15,000 أرسلوها لحسابي. الحين لو سوينا إجراء بحث محرك لعبة معدل، أو نخليه بعدين يا جماعة، وش رأيكم؟ الجمهور المستهدف، والله أنا ودي صراحة أسوي محرك جديد، ودي أسوي محرك جديد لأن وضعي بدأ يدهور. خلنا نرجع لهم رجعة قوية كذا. كم بياخذ من الوقت؟ شوف وصل 8,000 بس بعد النجاح الهائل لجهاز TES. هنالك الآن شائعات تتردد حول أن شركة فينا شركة يابانية أخرى تخطط لإطلاق جهاز ترفيه منزلي بمفردها. يا سلام اليابانيين شغالين والله، كل شوي بيطلع لي جهاز جديد. ما أدري إذا الأسامي هذه الفينا ما أعرفها صراحة، بس زي إيش اسمها هذيك اللي سوى الأتاري وكذا. يمكنك الآن إنشاء محرك اللعبة الخاص بك للبدء، قم بإغلاق هذه الرسالة. تعليمات اللعبة، الصوت الأحادي. أوه الحين فتح لي بحث جديد إني أطلع اللي يسمونه النانو ساوند تقريبا، الصوت الأحادي أو تقريبا. أكتمل بحثك، محرك لعبة معدل. حلوين حلوين. طيب الحين يوم أصمم الألعاب مفروض إني أقدر بولي سحبوها من السوق. الحين يوم أصمم الألعاب مفروض إني أقدر أستخدم المحرك الجديد القوي. جابت لي 64,000. يعني شوف بالله، شوف التاريخ، شوف مقارنة بهنتر ربحنا 100,000 صافية، وهنا ربحنا 8,000 صافية. يعني يلا نجبنا خسارتنا وزدنا فوقها 8,000. 2.75 تقييمها، هذه 6. والله هنتر يبي لها جزء ثاني، وش رايكم نجمع فلوس كذا ميزانية حلوة بعدين
انشاء محرك خاص سويته. طيب نسميه محرك العاب. وش نسمي المحرك؟ ماستر مونستر الوحش. والله احس انها لا وحش ولا شيء، بس رسومات رسوميه رسوم ثنائيه الابعاد نسخه 2 ثنائيه الابعاد، لا اريد ثلاثيه الابعاد 50,000. قصه خطيه او تخزين اللعبه؟ اوه تخزين اللعبه، الحين لسه بيوصلون الى تخزين اللعبه، يعني كل الالعاب اللي على الاجهزه هذه ما فيها تخزين. لو تذكرون اختراع الميموري هذا شيء جدا جبار، انك تمديك تخزن. توني قبل شوي اسولف على عشان كذا ما عجبتهم لعبه بولي، ما يمديهم يخزنون ولا يمديهم يمشون، ولعبه 2D يعني اختياري كان جدا سيء. لعبه مغامرات 2D كذا ومدرسه. تخزين اللعبه راح اطور تخزين اللعبه 10,000. رسوم ثنائيه الابعاد نسخه 2 يا ولد كذا بكون فقرت. 50,000 10,000 هذا الفلوس كلها يا رجال. بسويها مقامر، باقي لي 700,000 لازم بسرعه اسوي لي انا غامرت والله. ايش استغنى مش محرك حلم مكتوب المحرك اوكي لسه ما خلص. يوه انا اريد اسوي بحث. تكفى فلوس، ماشي فلوس. اكدت اشاعات عن جهاز الالعاب الجديد واعلنت عن جهاز ماستر، طلعت له جهاز جديد ماستر في. تقولون شركة ماستر في اقوى تقنية من جهاز ناجح تي اس وتخطط الانطلاق في شهر مقبلة. يا ولد الاجهزة سريع سريع تنزل والله، ما مدانا نلحق على نينتندو هذا. اوه سالب 7، حسابك البنكي في خطر لحسن الحظ، البنك سمح لك بالسحب من حسابك لما يصل الى 50,000، لكن كن حذرا، اذا كان حسابك الجاري اقل من 50,000 فانك ستفلس. تكفى لا تكفى لا تكفى لا، انا خايف الفلوس كذا فجأة كذا طن سالب 50,000. ايوه محرك الالعاب الجديدة خاص بك الوحش قد اكتمل، تهانينا المحرك الذي قمت بصنعه جاهز. اوكي بسرعة عقد عمل، احتاج فلوس وما اريد عقوبة، اريد شيء اقدر عليه. 17 يمدي ان شاء الله 17. روح بسم الله. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا رب يا رب. الوقت وش فيه سريع. يمدي يا ذيب يمدي يمدي يا ذيب. تكفى تكفى مش ناقص سالب. تكفى روح. ايوه باقي 2-1. يا سلام عليك، مفروض نطلع من السالب. وش اللي انا جبت 20,000 وين راحت؟ يعني لو ما سويت العقد هذا كانت طارت علي والله. يلا عقد مرة ثانية، لازم نجمع فلوس. ما عندي الا عقد واحد، مساعد الاختيار لاختبار لعبة بيعطوني 16,000 خلال 4 أسابيع. يلا هذا يمدينا نخلصه سريع. يا اخي مصاريفي كثير مصاريفي كثير. السالب هذا نكبة، لازم سوينا لعبة بسرعة. سالب 23,000 في عقد عمل، ما في عقد، لازم نسوينا لعبة بسرعة. انا احس اني جبت العيد. هنتر 2 هنتر 2 يمكن اشتاقوا لها. هنتر 2 بسرعة هنتر 2. اختيار العنوان صيد، اختيار التصنيف محاكاة، اختيار المنصة بسرعة. منصة اي واحدة محتلة اكثر. هذه تي اس لسه هذيك ما نزلت. اختيار محرك اللعبة الوحش، روح الوحش. هنتر 2 مبنية على النصوص. ما عندي فلوس اصمم لعبة مبنية على النصوص اسويها. يا ولد بغامر والله بفلس يا جماعة. يعني الحين مع التكلفة 40,000 كيف؟ ما اقدر اصمم لعبة. اسمعوا لازم نصمم لنا لعبة كذا خفيفة. عنوان بناء زنزانة رعب، لازم رعب، لعبة رعب كذا تسليكية. الرعب وش نسميه؟ ما اعرف صراحة وش نسميه، انا جالس خايف ان الفلوس تنقص اكثر من كذا. بحاول لعبة كذا تافهة عشان بس تجيب لي فلوس. بيت الرعب، بيت الرعب مثلا. مغامرة اثارة، مغامرات بيت الرعب، او المفروض تكون هاي اثارة صراحة. اختر منصة. لا اله الا الله.
طيب آخر منصة محرك اللعبة الوحش تكلفة 35,000. ما أقدر حتى ما أقدر. دقيقة. هذه التكلفة 30,000 عشان كذا تي إس الجهاز. لو أسويها على البي سي ما بيكلفني كثير. خلنا نسويها على البي سي. منصة البي سي اللي ما زال يلعب. شوف 10,000 تكلفني. أوكي كذا حلينا اللغز. مبنية على النصوص. لعبة رعب مبنية على النصوص. جرب. يا يا يلا نبى شيء رخيص كذا. كلفتني 10,000. نشوف كم بتجيب. اليوم تم إصدار لعبة المنصة دي. بس ماني بشاري رخصة ما معي فلوس. يا ود وش الفقر ذا. القصة أهم شيء. أسلوب اللعب محرك. محرك ها. أسلوب اللعب القصة أهم شيء. أسلوب اللعب مهم برضه. محرك. أسلوب اللعب أهم. مفروض أعكس بين أسلوب اللعب والقصة أتوقع. يا ولد سالب 41,000. بسرعة سوى اللعبة. الذكاء الصناعي تصميم المراحل الحوارات. الحوارات لعبة رعب مهم. ما تصميم المراحل مهم. الذكاء الصناعي خله قليل. 41,000.3. يا ولد أنا ألعب على الحافة كذا. نقصت. أوكي كيف نقصت مدري. الأصوات الأساسية 5,000 بيشيل. خله يشيل. ما اتوقع احتاج اصوات مرة هناك. الرسومات مهمة. تصميم العالم. لا والله لعبة رعب تستهبل انت. لازم اصوات كذا. صوت اهم شيء في الرعب. تصميم العالم. الرسومات. اثار السوق ومدري ايش. تسويقه بشكل جيد جدا في امريكا الشمالية. يقول لك الجهاز هذا اوكي ماشي وضعه الا في امريكا الشمالية. ولكن سوف يزدهر في اجزاء العالم. أجزاء الأخرى من العالم. اشتغلني في أمريكا الشمالية. يعني ماشي سوقه في كل مكان اللي هناك. طيب كم بجيب لنا؟ الأخطاء 5. خلنا نعالج الأخطاء. يعني اللعبة اللي غاسل يدي منها بنشوف كم بتجيب. دفع العقد الحين دفعوا لي 16,000. والله هذا كويس. الخبرة اللي اكتسبتها تكنولوجيا وهذا حلوين. إصدار اللعبة. أنا ما أنا متفائل فيها أبدا. يلا على ما يرام. 5. لقد رأيت أفضل من ذلك. أوكي راضي بالخمسة عشان المبيعات بس. ليست سيئة وليست جيدة. حسبي الله عليك يا جيم هيرو. تكفى سلك لي الذيبان. إيه لها متعتها. كفو يا أول جيمز. والله أني ناسر يدي من البقية. بس كفو في واحد ثاني أعطاني إنفورم جيمز. يعني كم بتجيب الزبدة؟ كم بتجيب في السوق؟ يلا بيع. ها ها. سالب 5 من المعجبين. سالب 4 من المعجبين. الحين بس أريد أجمع فلوس عشان نسوي لنا لعبة حلوة. ننزل هنتر 2. ما عندنا فلوس. 16,000. 18,000. روح 18,000 عطني. لازم اتوقع كذا بعد ما نسوي لنا لعبه وكل شوي نسوي لنا عقد لازم نضبط فيه الميزانيه. يا غبنتي وين فلوسي؟ وين 140,000 توني بادي فيها قبل شوي. سنتعاون مره اخرى. طيب عجبهم الموضوع حولوا لي فلوس. 48,000 اتوقع. خلنا نوصل 100,000. العاب كاجوال. بحث جديد متاح. ها العاب كاجوال اللي هي مثل شو اسمها هذيك انجري بيردز. يعني نسوينا ما ادري نسوي بحث العاب كاجوال. وينها؟ والله ممكن يعني العاب جوال وكذا. 20 نقطة بحث نقدر عليها و 25,000. يا اخي انا اقول ما نشتري شيء نجمع شوي. اظهرت اخر تطلعات للسوق. يا جهاز جي 64 يخسر حصته الكبيرة من سوق بطولة. انا كمان. طيب خلاص توكل على الله. خلاص راحت ايامك. بنى شركة لم يحالفها الحظ بطرحها اجهزة عالية تكاليف لمنافستها اجهزة حاسب شخصي بي سي الجديد المتطورة. قد صرحت العملية من جهاز رسمي حيث قال ان الشركة لم يحالفها الحظ بطرحها اجهزة عالية تكاليف لمنافستها اجهزة حاسب. يعني ايش بي سي جديد؟ ولا انه بينسحب؟ بيطورون من جهازهم يعني ما فهمت.
نقدر 45,000 نسوي لعبة ولا نسوينا عقد؟ خلنا نسوينا عقد ثاني. 16,000 وهذا 16,000، هذا 11,200 وهذا أقل. صبها ردها نفس الشيء نفس الشيء، مجموع 13. طيب جمع فلوس، جمع المبيعات. خلنا نشوف المبيعات، تاريخ اللعبة. ليش ما يمشي هذا؟ بيت الرعب جابت لنا 38,000، خسرنا فيها 26، جابت 64، كويس، أفضل من النكبة هذه اللي خسرت فيها 56,000. هذه يوم تصمم لعبة كذا على البركة. شكرا لكم على رعاية هذا. إيش؟ أوكي أوكي، حول فلوس بس، بلا رسائل بلا كلام فاضي. 53,000. ها آخر عقد، تحمل تحمل آخر عقد. خلنا نجمع شوية فلوس زيادة كذا. اليوم أعلن نينتندو أنهم سوف يعلنون عن جهاز ألعاب محمول يسمى بجيم جيم لينك، اللي هو جيم بوي ولا؟ ويأتي جهاز مع شرطة ألعاب قابلة للتغيير، شاشة أحادية اللون على خلفية خضراء، مكبرات صوت مدمجة، وحتى اللعب المتعدد عن طريق كبرة صوت. يا أخي شوف كيف مستانسين الشغلات هذه. بالمقارنة مع أجهزة كمبيوتر شخصية وغيرها من الأجهزة المنزلية يعتبر ضعيف، ولكن نظرا لسعرها الزهيد وحجمها الصغير قد يحصل على متابعة ضخمة. أكيد أكيد، فلازم نسوينا ألعاب على هذا. أدري ألعاب كاجوال تقريبا هي عليها. ويقال أن جيم لينك سيصل إلى الرفوف الشهر القادم. حلو ممتاز، احنا السنة الرابعة يا ولد، الوقت سريع، خلنا نطورنا لعبة. المشروع هذا خلصنا، اوكي الفلوس بتيجي تطوير لعبة جديدة. طيب تطوير لعبة جديدة يا طويل العمر، نسوين لعبة هنتر 2 اخيرا، والله ما اعرف، ولا نسوي لنا عنوان جديد. خلنا نسوي عنوان جديد، بحث، جرى بحث، عنوان جديد، وسائل مواصلات، أعمال تجارية، لعبة أعمال تجارية، تاريخ، لعبة تاريخ، مستقبل مرير، وسائل مواصلات أحبها، لعبة وسائل مواصلات، حلو، الجمهور المستهدف، لا خلاص ما الذي تعمل على البحث، بس وسائل مواصلات، شكرا. صوت حادي، لا لا ابدا البحث. يلا بنسوي لنا لعبة مواصلات، في لعبة ترانسبورت فيفر اسمها ترانسبورت فيفر، ما ادري اذا عجبتكم اللعبة. ان شاء الله اذا ذكرت بحط لكم رابط التريلر تحت. لعبة حلوة، اتوقع انها جديدة نزلت قبل فترة كذا، لعبة مواصلات بس، وانا تعجبني انواع الالعاب المحاكاة زي هذه، فاذا عجبتكم علموني ان شاء الله ببدأ انزل عنها ونلعبها سوا. اليوم تم اصدار منصة الالعاب الجديدة جيم بوي، خلنا نسميها بواسطة نينتندو. طيب حلو، الماوس وصل. الحين نسوي تطوير لعبة جديدة وسائل مواصلات، نسميها قراب، لا ايش اللي قراب، نسميها لا 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 لا. فكنا من الزحمة فمنا، فكنا من الزحمة، ولا يا ليل الزحمة، يا ليل الزحمة كذا. وسائل مواصلات، اختر تصنيف محاكاة، اختيار منصة جيم بوي، 50,000 الرخصة عشان اسوي العاب عندهم. يا رجال ما اريد رخصة ولا شيء، اوف ما عندي فلوس، ما في فلوس. تي اس سويها بتي اس، يمدينا 35,000 التكلفة، 35,000 التكلفة، مبنية على نصوص ثنائية الأبعاد، 30,000 تكلفني، 60,000 رسوم ثنائية الأبعاد نسخة 1. يا رجال ادخل في السالم، والله لا أخربها، 60,000 عادي، روح روح ادخل في السالم، بس شوف الشيء اللي بطلع فيه. أسلوب اللعب، محرك نحتاج قوي، قصة ما نحتاج قصة. يلا انا دفعت كل اللي معي لاجل هاللعبة،
ويلا على بابك يا كريم، يلا على بابك يا كريم. ها حك راسك، يلا نزل. الذكاء الاصطناعي تصميم المراحل، الحوارات ما نحتاجها ابدا، تصميم المراحل مهمة، الذكاء الاصطناعي مهم. طيب تكنولوجيا، تصميم اخطاء في ثلاثة للحين. المرحلة الثالثة الاصوات، الاصوات خلها نص عشان لا يقول لي ليه اهملت الاصوات. الرسومات مهمة، تصميم العالم مهم. يلا على بابك يا كريم، يا رب يا رب نتوفق هاللعبة. ها يلا اعطوني تقايم. يقولك مع الاهتمام المتزايد في ألعاب الفيديو، هنالك أيضا جمهور متزايد على مجلات الألعاب الفيديو. هذه المجلات توفر وسيلة عظيمة جديدة لمطورين الألعاب للعبة تسويق ألعابهم القادمة. حلو، بحث جديد متاح تسويق، بدنا نسوق للعبة. حلو، يعني نلعب بالإعلام كذا شوية عشان إيش، الناس ما يقولون حاليا نطبل للعبة، نخلي ناس يطبلون اللعبة سنة. فكرة حلوة، بدينا في أبحاث كذا جميلة صراحة. نسوي انها خلاص. واو 18 التكنولوجيا، والله شكلها لعبة جبارة. 15 رقم قياسي جديد، 18 رقم قياسي جديد، يا سلام. وضعنا سليم 100%. حوارات، تصميم مراحل، ذكاء اصطناعي، جميل. اصدار اللعبة تكفى، عطني التقايم اللي يعطيني اقل من 5. والله لا جلد، ايش اللي اقل من 5؟ اقل من 6. تقايم الأولي لعبتنا، يا للزحمة وصلت. ووو 10، تكفى 10، الأفضل من نوعها. وات، يجب أن تملك 10. تكفى 10، تكفى، أنت دائما تعززني المزيد من فضلك. يا جماعة لازم سكرين شوت، لازم سكرين شوت. عشان تعرفون يا جماعة الخير، في مخ، في مخ يعرف يلعب بالميزانية كذا. شوف دخلت في السالب، لكن شوف المبيعات، شوف المبيعات، كم أقصى مبيعات دقيقة تاريخ أقوى لعبة، أقوى لعبة نزلت وينها؟ أقوى أقوى لعبة هنتر كانت صح، جابت لي 100,000 ربح. طيب شوف 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 يا للزحمة، حطمت رقم قياسي ذلك ببيع 100,000 نسخة. يعتبر هذا حدثا مهما في تاريخ الجيم وورد، 100,000 نسخة، كنت فرحان ب10,000 نسخة. دقيقة يا أخي خلنا نسوي عقد، 666,000، نص مليون تعديته، ما أريد عقود خلاص، بس عشان أمشي الوقت أبي أنزل جزء ثاني للعبة هذه على طول. مبروك، لقد صنعتك إيش صنعتك؟ اسم قوي جدا لنفسك، صنعت اسم قوي جدا لنفسك وانقذت الكثير من رأس المال. إذا كنت تريد أن تنمي الشركة بشكل أكبر، إذا انتقل إلى مكتب جديد، هو الخطوة التالية. لقد وجدت مكتب رائع، يا سلام، الواقع في حديقة التكنولوجيا، هل ترغب في نقل الشركة إلى المستوى التالي؟ يا جماعة أنا متواضع، أنا عاجبني الوضع كذا لسه. ها خلونا هنا، خلونا هنا. مليون وصلت. ما مداني يا رجال، بمناسبة المليون هذه، ها، وبمناسبة الألف مشترك إن شاء الله في القناة، يا رجال مكتب جديد، أنا أبوها يا رجال، روح مكتب جديد ودني. والله بالعيال، مرحبا بك في مكتبك الجديد. الآن بما أنك تمتلك مكتبا أكبر، يمكنك أيضا توظيف طاقم عمل ومجموعة من المطورين على طراز عالمي لصنع ألعاب أفضل. يا جماعة أنا ما أقدر، أنا ما أقدر خلاص، أنا ما أقدر. أنا السلام عليكم، إن شاء الله عجبتك الحلقة وشوفكم على خير إن شاء الله. كذا كفاية، أنا اليوم اكتفيت، أنا اليوم اكتبيت الرقم هذا 1,000,000 صراحة.
اتمنى الحلقه نالت اعجابكم. شكرا، لا تنسى اللايك والاشتراك اذا ما كنت مشترك، وبيننا ان شاء الله على كل خير في تكمله بكره ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.